اسمعوا يا بنات، انا جمعتكم لحتى اقلكم ما بيصير هيك. انتوا ساكنين مع بعض ولازم تتحملوا بعض. ميديا قلي لي لأشوف، انت ايش اللي مضايقك بلبنى؟ ماني متضايقه ولا فارقه معي بنوب. لبنى، وانت ايش اللي مضايقك منا؟ انا ماني متضايقه منا، اذا بدك خالته كلها على بعضها ماني شايفتها. لا، اذا بدك تضلوا هيك بعمره ما بتنحل المشكله. لازم تحكوا وتفضفضوا حتى تنحل القصه لك بنتي. اكبر غلط، اكبر غلط انه الواحد يحط في قلبه ويغب، لانه كتر الغب بيوجع القلب لك بنتي. ميديا قولي لي لأشوف، ايش النقاط السلبيه اللي مو عجبتك بلبنى؟ اول شيء انها جاهله ومتخلفه ولئيمه كمان. لك انا جاهله؟ يا ايه جاهله. لا لا، طولوا بالكم طولوا بالكم، خلص تركيا تحكي وتفضفض. انت مو حكيتي وخلصتي، هلا بجي دوري. انا لسه ما حكيت شيء عنها. ايه بعدين هي حقوده وحسوده وذوقها كتير بلدي، وما بتعرف تلبس ولا بتعرف تحكي ولا بتعرف تعمل اي شيء. ايه وكمان حشريه ولقلوقه ولئيمه، وشو كمان اسا ما قلت؟ ايه وحكيها هيك دج. معقول شو ظريفة هالطنط فريدة، عن جد لذيذة حبيتها كتير. قال شو بدها تحل الصراع الأزلي بين ميديا ولبنى؟ ايه ان شاء الله تقدر. ما بتعرفي بلكي طلع بإيدها، المهم منظرهم بفرط من الضحك. قاعدة هي مثل دكتور فيل، حاطة وحدة على شمالها وحدة على يمينها، وقلي لقلك قلي لقلك، ما بعرف إذا بيطلع بإيدها شي. ان شاء الله تجيب نتيجة. المهم بتعرفي شو؟ الوضع كتير مسلي برا، أنا راجع. فاشلة وكومبارس وما حدا بالعالم بيعرفها، وفوقها سطحية ومدعية وبتحب الاستعراض وما بيعجبها العجب ولا صيام برجب. يا كذابة يا منافقة. لك أنا منافقة يا لقلوها يا مساخة الجو؟ فشرتي. خلص خلص خلص، تركيا بقى تحكي وتفضفض. أنت مو حكيتي وفضفضتي، خلص بقى. ماشي كملي حبيبتي كملي، احكي كل شي جواتك، لا تخلي شي في قلبك ابدا ابدا. بس كرمالك يا طن فريدة. ايه وين وصلت انا؟ شو كنت عم اقول اخر شي؟ ايه وصلتي منافقة. ايوه هي هي منافقة وسطحية وتافهة ومولدنة ومأذية وما بتحب الخير لحدا. وهلا ارتاح قلبي. انا مأذية ست لبنى؟ اسمعي طنط فريدة، ليش حبيبتي؟ ليش مين نسي المكواية من يومين؟ مين كسر بارفان لليلة من شهر؟ مين؟ لا ليش اروح لبعيد حبيبتي؟ اليوم مين نزع الميكروويف؟ يا همجية يا مالك علاقة بالحضارة. حبيبتي انا وقت اللي نزعت الميكروويف ماني قصدها. روحي شوفي حالك وقت اللي بتقصدي تعملي شي غلط. يا لئيمة يا فاشلة. انا فاشلة؟ ايه يا لقلوعة يا مساحة الجوخ. فاشلة مساحة الجوخ. فاشلة لقلوعة. شو ليش انا وقت اللي نزعت الميكروويف ماني قصدها؟ ايه فاشلة لقلوعة فاشلة لقلوعة. خلص مالتي ويا حولك حجبة. خرسوا اتنيناتكم احسبتم بلا انسبكم كف. لقلوقة فاشلة لقلوقة. خلصنا بقى بنات؟ لبنى ميديا ما حلوة. معلش بنتي معلش، تركيهم تركيهم يحكوا ويفضفضوا على راحتهم، لأنه إذا ما فضفضوا لك بنتي ما بترتاح القلوب وتصفى النفوس. عفوا طنط، بس كأنه كانوا رح ينطفوا بعضهم شوي تاني. خلصنا بنات، فرطوها بقى، يعني ما حلوة قدام طنط. بس كرمال نورها. ما قلت لك طنط لقلوقة؟ لك بتطلعي 60 لقلوقة يا فاشلة. عفوا طنط، معلي قلت شغلة؟ كأنه طريقتك ما جابت نتيجة معهم. ما بالعكس لك بنتي، نجحت تمام، بس بدها شوية وقت لتاخد مفعولة. هلأ التنتين بلشوا يندموا، هون عم بيراجعوا ذكرياتهم وبراجعوا أخطائهم، وببدوا بقى مين اللقلوقة من بيناتهم ومين المنافقة من بيناتهم؟ الله أعلم، ما بنعرف. فاشلة هي. ايه ان شاء الله ان شاء الله يكون مثل ما عم تقولي. وانت ايش بك طنط؟ مو على بعضك. أنا؟ إيه أنتِ، يعني أنا من أول ما وصلت وحسستك كأنك مو على بعضك. إيه والله. تعي تعي عدي جنبي واحكي لي. تعي بنتي تعي عدي لأشوف إيش بك، من إيش مزعوجة؟ احكي وفضفضي ولا تخلي الشي في قلبك. لأنه كتر الغب بيوجع القلب لك بنتي. ولا شي طنط، بس أنا هيك تعبانة شوي. تعبانة؟ سلامتك لك بنتي، من إيش تعبانة؟ كني متقاتلة مع خطيبك؟ لا طنط ما في شي.
كأنه تأخرت سميحة، شقد صارت الساعة؟ سميحة؟ طنط أنا أساساً ما عاد بدي إياه لوائد. هاتي لقلك هاتي. بيطلع الخاطر. خدي ما عاد بدي إياه. آخ يا طنط، وصلت بيناته للشيطان الرجيم. رح يتركها. تركني. تركك؟ إيه. ليش بتقتلين مع بعضك بنتي؟ لا، بس في وحدة تانية على الخط. وباء وبتقشن هرجيل. بس دخلت وحدة على الخط بنسوح حالهم. وباء.